ما معنى كلمة جانجليونيك؟ هو عبارة عن أي تجمع من كتلة من الأعصاب خارج الجهاز العصبي المركزي. معناها طلع للدماغ وطلع للسبينال كورد. ليش؟ لأنه ذوي سنترال نيرفس سيستم. أي كتلة من تجمع كتلي من الأعصاب خارج هذا الجهاز راح نسميه بجانجليون أو عقدة عصبية. هذا معنى جانجليون. أوكي. زين شنو مهمة الجانجليون أصلاً؟ ليش موجودة؟ ليش ما احنا عندنا العصب يطلع من الدماغ ويروح مباشرة للعضو؟ الإجابة هي أن الجانجليون تشتغل كريلي ستيشن. ستيشن محطة، ريلي اللي هي محطة إعادة تكرير أو توزيع. شايفين الكهرباء؟ الكهرباء تجي على هيئة شنو؟ خيوط طويلة وجاية من الصحراء ومن المحطة، بعدين شنو تروح؟ تروح إلى ريلي ستيشن أو محطات توزيع. الجانجليون بالضبط نفس الشيء، حتى يخرج النيرف واحد وبعدين نستطيع احنا نوزعها لكذا مكان في الجسم، سوف تكون الجانجليون موجودة. مهمتها مهمة تنظيمية ترتيبية توزيعية.